السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يحيي الجميع. بيوت القصيدة ما تعجز خبيرها ولا تبغض عيون العشيرة عشيرها، ولو انها في بعض الايام تهجر هلا بدنا الشوق يكبر هجيرها، وترجع ودمع الشوق مالي عيونها، وداوي مواجعها وجبر كسيرها. صحيح ان فالعشاق من يخدش الحياة عذوف المحبة لين حاسوا مريرها، وانا والله اللي ما تردى روابعي وطرز على صدر الحبيبة حريرها، وانا الشاعر اللي ما ينزل كرامته ولا حط بر المزرعة مع شعيرها، واعرف ان شعار العرب تستشيرني ولا شك بيضان الوجيه استشيرها، ولا حب كثر المدح لو يغري الهدف ولو قال والشعار مدهون سيرها. انا كيف اطاوعهم وتاجر بذمتي يا شعار يلزم بالخفارة خفيرها، هذا الشعر ديوان العرب وانتم العرب فلا ترخصون اشياء اقل نظيرها. يجوز ان في ابيات تبقى 100 سنة الى حفظها واحد ويكبر صغيرها، وهو ما يساوي ظلف شاة من الغنم هذي ويش موجبها يا نفاخ كيرها. تعلمك عرى الفعايل فعايله ويخدعك في كبر العجينة خميرها، ولكنها لناشت النار تنكمش وترجع على الحجم الطبيعي مصيرها. وحب الظهور الملتوي نقص فالدب، ولا كل من رام العلا دق زيرها، ولا رام هامات المعالي ونالها يكون الشجيع اللي يصادم عسيرها. هذا الحبك لعبد الله الله يجمله، تجيها القصائد مسكها مع عبيرها. هذا الشيخ في كل المهمات تاجده سفير المراجل والقبيلة سفيرها. هذا الشيخ في كل المهمات تاجده سفير المراجل والقبيلة سفيرها، وسكينها اللي للذبائح مطرفه من الدم ما بتصدى في جفيرها. وكم ذوت نقص عدها واستباحها وسبب مرض نفسي وحطم بعيرها. ورامي كسم من شايبه ميزة الكرم، تطير الطيور الجارحة مع مطيرها، سراي الزعيم اندور ربعه وديرته 80 عام اللي انقرر قريرها. وانا اليوم داعيني لزومي وشيخنا، وانا دون ابو رامي بهذه وغيرها، هلا مرحبا ترحيبا احلى من العسل اللي اناشله كبد يصفي يحني مريرها. هلا مرحبا يا كل ضيف هنا وفدهم اللي كرمونا كثر الله خيرها. هلا مرحبا يا طيب الفال والنبا زعيم المراجل كل ابوها واميرها. هلا مرحبا يا مركز الجود والشرف يا كبرة القارات فانت كبيرها. يا هزاع لو باعد تعجز قريحتي. هلا مرحبا يا طيب الفال والنبا زعيم المراجل كل ابوها وميرها. هلا مرحبا يا مركز الجود والشرف يا كبرة القارات فانت كبيرها. يا هزاع لو باعد تعجز قريحتي وش اختار من حالي عسلها وشيرها. ابوك الله انه يرحم ابوك سمعته تخلي جمال القلب ترخي هديرها. وانا ما لحقته ما يرقالوها لذي من يدير الاماره والصعايب يديرها. ابوك الله انه يرحم ابوك سمعته تخلي جمال القلب ترخي هديرها. وانا ما لحقته ما يرقالوها لذي من يدير الاماره والصعايب يديرها، واشوفك على نهجه وحامل رسالته وشوف المسيرة ما تغير مسيرها. واشوفك على نهجه وحامل رسالته وشوف المسيرة ما تغير مسيرها. ويكفيك يا هزاع من شجرة النبي وقل بارك الله في ثمرها وطيرها. هذا والله الفخر الحقيقي هذا النسب، وحي العدود اللي يروي غزيرها. هل البيت نعرف على المكانة ترفعه ولا ياخذ الصدقات حتى فقيرها. وجدك علي في يوم خيبر وما فعل قلبها على اهلها ودمدم حفيرها. ويكفيك يا هزاع من شجرة النبي وقل بارك الله في ثمرها وطيرها.
هذا والله الفخر الحقيقي هذا النسب وحي العدود اللي يروي غزيرها. هل البيت معروف على المكانة ترفع ولا ياخذ الصدقات حتى فقيرها وجدك علي في يوم خيبر وما فعل قلبها على هلها ودمدم حفيرها ويا مطهر السبطين يا طهر فاطمة تساوي كنوز الأرض قطعة حصيرها. وانا يا ابن شاكر من عذيل بن مدركة نصرتك نهار القوم تعرف نصيرها وحاسب ضميري كل ما اخطت جوارحي عسى نفسي اللي اخطت تحاسب ضميرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.